الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. واش نقول لك؟ أول حاجة الله ياخذ الحق في هذاك السيد اللي يتشمنا على السيد درويش الله يعمره دار صارع. اش نقول لك؟ أطيب خلق الله والله العظيم. اش خدام أخويا هذاك صافي سالينا هذاك اللاعب ديال هو هابط دريه هابط سبقني أول الأول. مريح أنا باقي كنقاد شي لعيبة تما وغنزل من وراه. شو كنسمع الطلقة اللي فهمتي كنسمع أنا ما عارفش أنا شناهو واش قرطاس ولا شي حاجة. المهم كنسمع شي حاجة تفركعاش. ما نزلتش ما والو يعني مابقيتش كنجمع في هذيك المسائل ديالي باش مشيت أنا بحالاش. شوية كنسمع الثانية. طليتها من الشرجم كيبان لي واحد السيد كيقول لي راه شو راه وقال الدري طايح مالو ما مالو. صافي طليت انا من الجهه الاخرى بحال هكا كنطل من الشرجم كيبان لي انسان السيد الدري اللي خدام معايا هو اللي مضروب طايح. هذا مالو كيفاش؟ ها هو واش كنجري؟ واش كنجري بحال هكا كنسول سفيان ما سفيان كنغوش والو السيد يعني مضروب. اش كيقول لي راه القرطاس ما قرطاس انا مضروب جيت صدرو. صافي شت لي الضربه حيد فيه حطيش عليه خليته تمايا كنقاد فيه. السيد الاخر اللي ضرب بعدا اللي ضرب الدري اللي خدام معايا انا راه هو الشارع هو الشارع الاخر تيرا مع ثلاثه الناس. المهم المجموعه ديالهم هما راه سبعه راه مع ثلاثه ماشو شي اللي سمعنا لحد الان وجوج راه في ميريزكو والسيد اللي هاد السلاح وغادي خارج والاب ديالو اللي مخلي لي داك الشيء راه حشومه وعيب واخا يكون ما عندوش العقل وما عندوش الضمير مخلي السلاح ومخلي ولدك برا هو جازو هو يتم عيب هاد الله هذا هزانا في الدري الله شنقول لك من اطيب خلق الله عمري شبحالو عمرو ما غينسي ليا وغيبقى بين عيني والله العظيم. الصدق ديالك شوف مسكين الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار 26 بحال هكا 27 واش كان شي خلاف بينات هذوك ولا ما كانش؟ كاين لا خلاف لا والو ما كيعرفو ما كيعرف يعني السيد كان خلاف راه ما راه سبعه الناس اللي ضربوا سبعه الناس اللي ضربوا راه قلت لك ثلاثه منهم راه ماتوا منهم الصديق ديالي وراه جوج راه وقعنا في ميريز سالينا ديك الساعه غادي هابط هو انا غير من وراه كنجمع في شي عابد الدوزان غنهبط بحالاش يعني غنهبط حتى انا اصلا راه فهمتي راه المكتب وكيقول لك حتى انا راك غنهبط قبل منه الشيء اللي كاين والله ياخذ الحق ولا كتابش مرحبا بها ما عندناش حنا المشكل راه كيقول الاجال ديالي ما نكذبش عليك اخويا انا اللي كيبان لي مختل العقليا هو دبواه دبواه اللي مخلي السلاح وحاطو خليه في الدار محطوط يعني انا كنعرف السلاح كيتشدو في كوفر كيتصورش عليه هادشي اللي كاين يعني باش تخليه وغيجي ولدك وغيهز غيبدا يتيري اصلا هاز السلاح وهاز معاه حتى العماره يعني كيتيري شحال كتهزيه كتهز جوج كيتيري كيخوف عباد الله وكيعاود يشارجي وكيتيري يعني المسؤوليه كامله لبواه خويا الله يدير شي تاول ديال الخير وصافي والله العظيم راه كتشوف حتى تعيا راه ما عندك ما تقول احنا ما نمشيوش بعيد دابا عاوتاني لا امبيلونس تاعي امبيلونس يعني انا نزلت بقيت مع الدري تقريبا شحال بقيت مع شي 15 دقيقه وانا مع لتحت حايد البيل ومقادو وكان قال كيبغي يدور كنعاود نقادو وما كنقدرش نشوف ليه حتى في وجهه قسما بالله قدر ديك المعزه وداك الشيء ما قديتش نشوف ليه وجهه المهم مكالي وشاد وحاط لي ديك البيل على الضربه في المضروبة باش ما يضربش البرد وما كنقدرش نشوف فيه وكنبقى نعيط وكنهلا لاعب هاد لالومبي كيبغي هيا جي هيا جي والدري كيتالم اصاحبي علاش فيها جات نص ساعة رعاية الباترون باترون جا من الرحمة وصل قبل لومبيلونس يعني وانا لحد الان باقي ما فاهم هو لحد الان قسما بالله يعني قسم ماشي صادق اخ هذا يعني تا يلا مشيتي تغدي شي توية جيتي توية في الصباح على موطور تغدي شي توية مشيتي تقهوي شي توية ورجعتي للخدمة بدا شي خدام توية ضاحكين ناشطين اخر حاجة قال لي هذا شي تاول ديال الخير اخر حاجه راه بقينا نشوف اخر حاجه هي بقيت ضاحك انا وياه يعني كيدخل عندي كيجي عندي فين خدام كنضحك انا وياه كلمه زوينه مني ومنه وغاد يعني داك الدري عمري بشي بينو وبينو وقعت شي حاجه ولا شي حاجه والو ما سبحان عمار بيد الله ما عندنا ما ندير المسؤوليه كامله كنقول كنحملها ولا داك السيد اللي مخلي السلاح خليه ضروري غيديروا معاه شي حاجه والدي شكون بعدا والدي مرحوم الله يرحمه راه مو راه كاين في سرا الدري خوه راه هو اللي كاين هنايا خدام في كازا تا هو راه مني وقعت الواقع راه ما قديتش نمشي عنده انا للخدمه بعدا باش نقول لي هادشي اللي كاين الوطنيه بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره.